سلام من الله عليكم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حدث اليوم. ضيفي لهذه الحلقة الأستاذ عصام السليفاني، أهلا وسهلا بك، المرشح السابق للانتخابات البرلمانية. أهلا ومرحبا وسهلا بجماهيرنا وأهلنا في محافظة نينوى والكادر القناة الموصلية. أستاذ عصام، سنغوص في غمار حلقتنا بعد أن نشاهد هذا التقرير. مشاهدينا تعالوا معنا لنشاهد هذا التقرير. في آخر المستجدات السياسية هذا الأسبوع، بدأ التيار الصدري اعتصامه أمام مجلس القضاء الأعلى، اعتصام قوبل بتعليق الأخير لكل أعماله ولأعمال جميع المحاكم التابعة له. فيما أكد عضو تحالف الفتح حامد الموسوي قبل ذلك أن مبعوثة الأمم المتحدة بالعراق جنين بلاسخار لم تبلغ القوى السياسية رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حوار علني وغير سري. وقال الموسوي أن تغريدة الصدر هي خطوة إلى الأمام للقبول بالحوار مقارنة بمواقفه السابقة التي كانت رافضة لأي نوع من أنواع الحوار. وكان الصدر قد أعلن قبل ذلك عن تقديم مقترح للأمم المتحدة لرعاية مناظرة علنية مع الفرقاء السياسيين، لكنه لم يلقى تجاوبا ملموسا منهم. كما أكد الصدر أنه لن يقبل بحوار سري بعد اليوم، مشيرا أنه لا يخفي على الشعب أي شيء وأنه لن يجالس الفاسدين، كما شدد على أن الجميع في انتظار الخطوة المقبلة للتيار الصدري إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية. عدنا وإياكم مشاهدينا بعد هذا التقرير لنبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا الأستاذ عصام السليفاني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ عصام. نبدأ بآخر المستجدات السياسية الأخيرة، اعتصام التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ بصراحة الوقت الحاضر وقت متأخر، كان المفروض من بعد الانتخابات ولحد اللحظة تقريبا 10 أشهر ما هو دور القضاء في عدم تشكيل الحكومة، فيتحمل كان يتحمل المسؤولية الأكبر، كان أجدر من القضاء أن يحسم الأمور السياسية في داخل عدم تشكيل الحكومة. في كل مرة بتتأجيل بشهر شهرين، وكان السيد المقتدى أمهل القضاة أسبوع كامل. يعني صراحة القضاء يتحمل المسؤولية كاملة عدم تشكيل الحكومة في هذه الفترة من الانتخابات 10 لحد اللحظة، كان يتماطل في اتخاذ اي قرار صراحه تجاه البلد. البلد في ازمه سياسيه حاده صراحه. نعم. ما هو رايكم في عمل او في قرار مجلس القضاء الاعلى لعمله وعمل جميع المحاكم التابعه له؟ بصراحه استاذ عزيز، انا لا اقول بانه مسيس 100%، ولكن كان هناك كثير من الملفات الفساد وأمام المتهمين من الوزراء ومن البرلمانيين لحد لم يحسم. كلها لجان تنتهي بإصدار مجهول، أو صراحة احنا لحد لم نسمع بأنه وزير من الوزراء المهتمين المشمول بالفساد أو أحد المسؤولين الكبار. فكلها أعتقد بأنه القضاء يتحمل المسؤولية كاملة لأنه لم تكن جريئين بقرارات ضد المتهمين بالفساد. لماذا لا نقول أن القضاء كان عليه ضغوطات كبيرة؟ فكان عليه يوضح للشعب، الشعب وسطة الشعب، القضاء لازم كان يوضح بأنه على سبيل المثال الوزير المالية أعتقد أستاذ علي العلاوي، محمد علي العلاوي قدم استقالة لأنه شاف الوضعية الضغوطات عليه، فعليه أن يترك المنصب ويوضح للشعب، لأنه الشعب لحد هاللحظة لا يعرف ما هو مصير المليارات بصراحة. فالقضاء بصراحة كان مثل بقل هناك مثل العراقي ماسك عصا من النص. نعم. إذا نحن بتنا اليوم أمام
مجلس أمام برلمان معلق ومغلق، وحكومة تسير أعمال، وحتى رئيس الجمهورية تجاوز في منصبه المدد الدستورية كلها. هل يعني ذلك غياب الشرعية عن كل مؤسسات الدولة برأيك؟ بصراحة الوضع ما راح تبقى على هالحال بصراحة. أتوقع الآن الآن هل يعني ذلك غياب الشرعية عن كل مؤسسات الدولة؟ طبعا بعد ما انتهاء المدة الدستورية كان من أفضل من القضاة من المجلس القضاء يحل البرلمان وتأخذ قرارات حاسمة، لأنه بصراحة لحد هاللحظة 10 أشهر مو قليلة أستاذ عزيز. الحكومة تصريف الأعمال بعرف بصراحة كان أجدر من القضايا تدخل أو من رئيس الجمهورية تدخل بصراحة. كيف سيؤثر غياب الشرعية على عمل الدولة وعلى علاقاتها الخارجية؟ بصراحة أستاذ هناك أجندة خارجية تقود البلاد وليس الحكومة، وكلنا نعرف وكل الشعب العراقي يعرفون بأنه أجندة خارجية تقود البلد. يعني بصراحة نحن من الديمقراطية المزيفة اللي جاء بها الأمريكان لهذا البلد، بلد الحضارات، بلد القيم والأخلاق. مع كل أسف الوضع الثاني أو وضع البشر العراقي أو العقل العراقي صراحة أدى إلى البجاعة كبيرة في داخل العراق، فكل هذا يتحمله القادة السياسيين والأحزاب يتحمل مسؤولية هذا البلد. كنتم عضوا في مجلس المحافظة سابقا؟ لا كنت مرشح. ولكن إذا تسمح لي أتحدث عن المفوضية وكيفية التسليق فيما بعد. الآن سنكمل الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عصام، في سؤال آخر أيضا في صلب الموضوع، عضو تحالف الفتح حامد الموسوي كان قد أكد أن مبعوثة الأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت لم تبلغ القوى السياسية رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حوار علني مباشر. إذا ما صح هذا القول، هل يمكن اعتبار أن الأمم المتحدة لا تلعب دور كما يجب؟ بصراحة الأمم المتحدة وليس الأمم المتحدة لكن الولايات المتحدة المعني بصراحة، لأنه تبحث عن المبعوث الأمم المتحدة الأصل منين، فترى سلسة من الأمريكان. بصراحة الدور الأمم المتحدة ضعيف جدا وهزيل، وبالأخص في انتخابات البرلمان تدخلها في البرلمان، وحتى التقارير تبعثها تقارير مزيفة عن الوضع العراقي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية كاملة على تدهور الوضع السياسي في العراق. الموسوي اعتبر أن تغريدة الصدر هي خطوة إلى الأمام للقبول بالحوار مقارنة بالمواقف السابقة للتيار الصدري التي كانت رافضة لأي نوع من أنواع الحوار. هل يمكن اعتبار هذا الأمر بداية لقرب وجهات النظر بين الطرفين؟ صراحة لابد أن يكون الحوار علني أمام الشعب حتى يعلم الشعب الخفايا الموجودة أو الدولة العميقة الموجودة في العراق، حتى يبين للشعب وحتى يكون على بينه. وأنا أؤيد الحوار العلني المباشر بصراحة، لأنه الشعب مع كل أسف لدينا كثير من الغموض عن الأوضاع السياسية المزهورة في العراق. جميل جدا. ما هي أهداف الصدر من هكذا حوار علني وغير سري حسب رأيي؟ بصراحة حتى يكشف السياسيين الموجودين في العراق وتكشف الأوراق المخفية بصراحة، وحتى وجهات البعض السياسيين توجهاتهم أقليمية وليس توجهاتهم من داخل وطنية بصراحة مع كل أسف، لأنه بصراحة التيار الصدري له قاعدة جماهيرية كبيرة، والجماهير يضغطون على القائد حتى يكشف الكثير من السلبيات. مقتدى الصدر قال لن يقبل بحوار سري مع أي طرف من الأطراف، ولن يخفي على الشعب أي شيء حتى يكون كل شيء واضح أمام الشعب. برأيك ما الذي تخفيه الاجتماعات السرية وأيضا الأطراف السياسية الأخرى بحسب رأيك؟ صراحة جميع الكتل السياسية مسيرة وليس مخيرة، لديها جندات خارجية تقود هذه
الكتل السياسية. بالمناسبة أنا كنت مستشار محافظ نوف العاقوب، قد مؤتمر لكشف الفساد، طلبت منه يحضر أمامي أمام الجمهور، لدينا بعض أسئلة فرفض أنا ذاك. فأهم شيء هو الحوار المباشر أمام الشعب، لأنه حتى نكشف الأمور كاملة، الخفايا الموجودة في هذا البلد، لأنه وصل حد بعد لا يطاق صراحة. أنا لا كنت أعيد السيد مقتدى الصدر أو ضد التيار، لا، أنا مع الشعب، مع هذا الطبقة الفقيرة بصراحة. وأتمنى أن تقام الاعتصامات، أو ما نقول ثورة الجياع في كافة المحافظات. مهزلت مهازل، وصلنا حالة من حالات مهزلة مهازل عن المواطن العراقي، لدينا ثروات هائلة. نعم، مع كل أسف. إلى أي مدى رفع مقتدى الصدر سقف المطالب على باقي الأطراف السياسية؟ بصراحة أنا مع السيد مقتدى الصدر ومع الجماهير بصراحة، حتى تعاد هيبة الدولة العراقية بصراحة، لأنه الهيبة مفقودة لدى في وسط الدول العربية أو العالم. ولكن مع كل أسف نتمنى من جميع القوى السياسية أن يكون لديهم نقران الذات، أن يقدموا الشيء من الوطنية لهذا البلد ولهذا الشعب العريق. بصراحة مع كل أسف متمسكين بالسلطة وبالكراسي لمصالح الشخصية ومصالح الأجندة الخارجية. نعم. أستاذ عصام، رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي أكد أنه ليس هناك حل قريب للأزمة السياسية، ويمكن أن تزلق الأمور نحو الفوضى. هل هذه التخوفات مشروعة؟ بصراحة أستاذ إياد علاوي أنا شخصيا أعرفه شخصيا، ولكن كان لديه أخطاء قاتلة بصراحة. أنا بعثت كتاب. من لديه أخطاء قاتلة؟ أثناء رئيس وزراء طلبنا بين يعني إياد علاوي؟ نعم، طلبنا فرع الموصل، طلبنا أن يكون تأجيل الانتخابات سنتين حتى يعلم الشعب العراقي الديمقراطية الصحيحة وليس الديمقراطية الفوضى بصراحة. نعم، ولكن رفض، كان رجل قانوني ودستوري بصراحة. أما بالنسبة للفوضى مستحيل، ما دام هناك مراجع دينية عظيمة على رأسهم السيد علي السيستاني مستحيل تقوم الفوضى، لأن بصراحة الفوضى ليس مصلحة الشعب. أستاذ عصام، كان السيد مقتدى الصدر قد رفع دعاوى قضائية لحل البرلمان وإعادة الانتخابات بعد الخطوة التي قام بها التيار بالاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى. هل برأيكم سيعود مجلس القضاء الأعلى لينظر في هذه الدعاوى القضائية ويحل البرلمان، أم سيبقى في رفضه لهذه الدعاوى القضائية؟ بصراحة الثقل الجماهيري والشعبي كان من المفترض أن يقوم به مجلس القضاء على بحل البرلمان، لأنه بصراحة كان مصدر قوة الدولة من الشعب، فأغلب الشعب يريدون تغيير النظام بصراحة. ولكن القضاء تأخر في استجابة دعوة المقتدى الصدر بصراحة، فكان أجدر بهم أن كان يتخذ قرار مجلس القضاء الأعلى، ولكن مع كل أسف تأخر القضاء بحسب الأمور البرلمانية أو بحل البرلمان، أو يطلب لقاء مع رئيس الجمهورية بطلب شخصي عن حل البرلمان. هناك أطراف سياسية مثل حركة وعي اعتبرت أن قرار المحكمة بتأجيل النظر في الدعوة التي أقامها الصدر اعتبرتها مسيسة، ما رأيكم في ذلك؟ بصراحة أستاذ عزيز، التأجيل ليس مصالح المواطن. نعم، لأن يوم بعد يوم البلد إلى الهاوية، فكان من أجدر من مجلس القضاء أن تحسم الأمور بسرعة، لأنه 10 أشهر بعد الانتخابات الحديثة من شكل الحكومة، فهذا خرق دستوري بصراحة، هذا خرق دستوري. فكان من مجلس القضاء على أن تحسم الأمور أو تكشف في لقاءات إعلامية أمام التلفاز، توضح أهدافها والأمور تخص المحكمة. مع كل أسف أعتقد الأمور ترجع إلى مكانها إن شاء الله. هل أن المحكمة الاتحادية هي فعلا مخولة لحل البرلمان؟
بصراحة دستوريا يعني هل هناك مادة دستورية؟ بصراحة نعم هناك أنا قريت رقم المادة هذا يتدخل المحاكمين لأن أسعار رقم المادة حالية. كم؟ ما أذكر رقم المادة بس نعم. لكن أعرف بأنه كان من أجل لأن أعلى السلطة حاليا في الدولة قبل ما استقضاء على أن يتدخل في إيجاد حلول للتشكيل الحكومة نعم. أشهر لحد هذه اللحظة فكثير صراحة كان أجدر أن يتدخل ويحل الأمور في خدمة المواطن في خدمة الشعب العراقي. النائب السابق عن التيار الصدري صباح الساعدي أكد أنه يمكن حل البرلمان قضائيا دون الحاجة إلى موافقة رئيس الجمهورية، كيف ذلك برأيك؟ صراحة أستاذ عزيز سبق ذكرت بأنه لا أعلى سلطة في البلد وقام استقضاء أعلى من الجمهورية وأعلى من البرلمان، فكان أجدر به أن يتدخل وإيجاد حلول مناسبة لتشكيل هذه الحكومة، لأنه صراحة لحد هاللحظة هناك كثير خروقات مالية وخروقات دستورية في الحكومة الكاظمة صراحة. شكرا لكل هذا التوضيح أستاذ عصام. مشاهدينا نذهب إلى فاصل ونعود بعده لنكمل حلقة اليوم، تابعونا. عدنا وإياكم مشاهدينا بعد الفاصل نكمل حلقة اليوم. أستاذ عصام، في الجزء الأول تكلمنا عن المحكمة الاتحادية ودعوة الصدر لحل البرلمان وما آلت إليه الأمور في الأيام الأخيرة، وخاصة هذا اليوم بعد اعتصام مناصري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى وفي انتظار الخطوات القادمة. الآن في الجزء الثاني، كيف تتابع الاتهامات والاتهامات المضادة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، خاصة منها الصادرة عن وزير الصدر؟ صراحة أستاذ العزيز سبق ذكرت بأن هناك مرجعية للإطار والمرجعية الدينية بصراحة للتيار، فأعتقد الأمور سوف تكون لنهاية خطوة نهائية للتيار الصدري مستمرين بالاعتصامات وتغيير النظام الحكم أو السياسي في العراق، لأنه وصل حد المفسدين تشرب في البلاد وعاثوا فيها أرض فسادا، فأعتقد بأنه الإطار يخضع لمطالب الشعب، لأن الشعب سبق ذكرت بأنه لابد أن ينهض هذا البلد الجريح بصراحة، بس ولكن خطوة الصدر متأخرة أنا كرأيي، لأن أنا في بغداد أشوف الوضع، لأن حتى جماعة الإطار أو المحتجي إطار متيأسين من الوضع الحالي للبلد المتمر عليها، فأعتقد التوترات ستكون عدم يصار إلى الفوضى أو إلى المشاكل أو منازعات بين الطرفين بالسلاح أثناء بالسلاح أو في مواجهات عسكرية بينهم، لأنه يعني فهناك الحكماء من كل طرفين صراحة، ولكن الشعب يريد هذا، مطالب الشعب، فأتمنى أن من المسؤولين أن يكون لديهم نقلان الذات صراحة، لأنه يضحوا بأنفسهم من أجل هذا البلد. وزير الصدر أشار إلى أن إلى اشتداد الخلاف بين أعضاء الإطار التنسيقي هو الذي حال دون تشكيل الحكومة، ما حقيقة هذه الخلافات؟ صراحة في بداية الأمر نرجع للمربع الأول بعد انتخابات الإطار طلبوا بحل البرلمان أو بإلغاء الانتخابات لأنها مزورة، بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان أصبحت الكفة العليا للإطار، ما صارت مزورة اعتيادي طبعا، هذا هنا ليش قبل شهر قالوا مزورة وفعلا هي مزورة هي نتكلم عن الفوضية عن الانتخابات، لا مزورة 100% مزورة
الانتخابات من 2003 ولحد الان ما مزوره. اذا نتكلم عن الفوضيه راد لي ساعتين اتكلم عنه، لان عندي ادله قاطعه اتهم الفوضيه، لان الفوضيه غير مستقله سوق ذكرت ومسيسه. لو نتكلم هناك صناديق في بدايه الانتخابات 2005 و2007 تم تبديل الصناديق. انا قاربي لديهم شاحنات نقل صناديق، اتصل بي قال لي اين الديمقراطيه؟ اين الانتخابات؟ قلت هذا. وشخص اخر في المطار، الصناديق اللي يجون في المطار هذا يفوز هذا اصحابه، هذا عنده اصوات، فتلاعب في اصوات المواطنين صراحه، لانهم اللي مع المحتال الموالي لهم لا هذا يفوز. كل هذه الاشياء تشجع المواطن على ان لا يذهب الى الانتخابات، لانه يفكر يقول لك سيدة دي يبدلون الصناديق، يعني علي من رايح ومتحمل خطورة المركز الانتخابي ويجيز يصير قنبلة ويصير تفجير، على شنو احترم نفسي وقعد ببيتي؟ اذا صوتي يتغيب بكل سهولة يشيل صندوق ويبدل صندوق، على شنو انا رايح؟ استاذ المستشفيات نسبة الاقبال 18%، 18% للساعة الاربع العصر 18%، احد المراكز 8%، شلون صار 40% وصار عبر 40%؟ استاذ العزيز اذا نتكلم عن الفوضيه فعندنا حلقه حلقتين بصراحه، لانه انا معاصر الفوضيه وحتى الصندوق الالكتروني. احنا ليش ما نرجع كل واقعين؟ احنا كل محافظه كل مركز انتخابي تطلع نتائج فوري، قل لدايه التسجيل تسجيلها في الفوضيه. نعم. بيانات دخل بيانات ساعتين ثلاث ساعات تطلع النتائج في المحافظة وفي اللوحة على كبيرة وأمام الناس وأمام المجتمع. ولكن مع كل أسف ذكرت لك بأنه قبل الانتخابات بشهر أنا ما أذكر أسماء ست مرشحين قالوا الفائزين خط أحمر. هل تعتقد ببقاء هذه الطبقة السياسية وإجراء انتخابات هل تعتقد الناس سيذهبون للانتخابات؟ والله أنا أناشد الجميع العراقيين وبالأخص في مدينتي على هذا الصيغة وعلى القانون الفوضية، لا أنا أرفض وأتمنى من الجميع عدم مشاركة في الانتخابات مقاطع إلا في حالة واحدة، تغيير النظام القانون الانتخابي فيكون في كل محافظة محافظتها تطلع نتائج في ساعات وأمام الملأ وأمام الإعلاميين، وليس حفظ الصناديق وودي على مطار او ودي على المكان وافتح صندوق 70% و80% و10% ينتظر حتى يتغير. انا كثير اعرف المرشحين ما فايزين. الحركه السكانيه العام الحركه السكانيه من صبجت قبل الانتخابات. نعم هذا باب التزوير الحركه السكانيه. هسه اما الان ودي نقل معلومات الى الامارات، ليش تقل الامارات؟ بالامارات تغيروا النتائج. أستاذ العزيز هي كارثة، المفوضية كارثة. ندخل على المفوضية أدخل ما أقدر أذكر أسماء مسيرين، أجيب الموظفين مالك أربع اقتراح ما يعلنوها، والله شنو التسجيل الإلكتروني وكذب، هذا كذب مال الإلكتروني. الأسماء تقدم كل واحد له حصة مالته وأصواته وتطلع نتائج قبل ما تطلع الانتخابات. نعم فلازم يتغير النظام الانتخابي في العراق. وزير الصدر أشار أيضا إلى أن هناك قرائن واضحة وجلية على قرب ما وصفه بالنصر، منها موافقة الكتل الكبرى السنية والكردية والشيعية على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مبكرة ومحاسبة الفاسدين أيضا وإجراء بعض التعديلات الدستورية. هل يعني ذلك أنه يمكن أن يحصل إجماع حول هذه المواضيع؟ بالتأكيد، لأن هناك أجندة خارجية تضغط على الكتل السياسية بصراحة، لأن ذكرت سابقا لأن هذه المرحلة مرحلة حاسمة، لابد أن تتغير وتحاسب الفاسدين. وأنا متأكد بأن المرحلة الجاية مرحلة خطرة جدا على الكتل السياسية أن تخضع لإرادة الشعب. كيف يستفيد أهالي الموصل فيما إذا لو أعيدت الانتخابات مرة أخرى؟ بصراحة أنا سبق ذكرت بأنه
إذا بقى على هالنمط وعلى الصيغة فعلى الأهالي مو على هالوجوه؟ على هالوجوه بصراحة أنا أتمنى يكون أمامي برلماني أناقشه بصراحة ماذا قدم لها الموصل من جميع البرلمانيين 34 برلماني لم يستطيعوا حل إزاحة المحافظ نينوى والسابق نفر عقوب رغم الفساد الموجودة في أنا دافع سنة التحرير صراحة أقول لك بأمانة أستاذ العزيز. ما هو تقييمك لعمل من يمثل نينوى اليوم من البرلمانيين في ظل الأزمات التي تعصف المحافظة؟ أتمنى البرلمانيين في محافظة نينوى أن يجلسوا على طاولة ويشكلوا كتلة أو يشكلوا جبهة للمواطن دفاع عن المواطن وعن المشاريع لأنه بصراحة الكل يبحث عن المصالح الشخصية وأتمنى من البرلمانيين لأنه قوة البرلمان بالحكومة قوية تكون لحد هاللحظة كله إفرادي بصراحة والأمور الشخصية أتمنى من البرلمانيين أن يجلسوا على طاولة واحدة ويختاروا كتلة للنهوض في واقع المحافظة ولكن أما الآن نسمع فلان يحكي على فلان مشروع هذا فلان لأنه مانطة فلان شغلة أن يتفقوا الكل العشرة 12 15 برلماني نعم. تعرف برلماني صوته قوي يكون فأتمنى من الأخوان البرلمانيين أن ينظروا إلى هذا المواطن الموصل لي بصراحة تمام شكرا لكل هذا الشرح الوافي وكل هذه الإجابات على الجزء الأول أو الجزء الثاني عفوا من حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل ونعود بعده لنكمل حلقة اليوم تابعونا عدنا وإياكم مشاهدينا في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حدث اليوم أستاذ عصام ماذا كان دور نواب نينوى في استحصال حقوق المحافظة وحقوق أبنائها؟ صراحة المواقف كانت هزيلة صراحة لأن الكل تبحث عن المصالح الشخصية مع جل احترام الكثير من قلة من البرلمانيين يبحثون لمصلحة المدينة فكان بإمكانهم يتركوا الكياناتهم السياسية أو أحزابهم يبدأون بتشكيل كتلة داخل البرلمان من أبناء المحافظة يطالبون بحقوق المدينة بصراحة المدينة نهبت المدينة الحدة القديمة تعويضات قليلة مع كل احترامي للحكومة المحلية فكان يكون بديلا للحكومة بس المحافظة أعضاء البرلمان أن يتحدوا كان أجدر بهم على شكل كتلة من 10 أو 15 شخص يدافع عن حقوق هذه المدينة لحد هاللحظة المدينة 832 مليار مو قليلة الشوارع والحدائق الحدائق روح شوف الحدائق كلها ماكو عامل أي عامل كان من أوفى يعني قصدك يسوون حديقة بس ماكو صيانة ماكو ما في شغل أي عاملة أنا هاي الشباب ما لنا يسبر روح أنا الشباب ما لنا قاعدين نظف الحديقة الرصيف شو يسوي الرصيف يعني نظفه الحديقة أو نرجع نقول أرصفة هسا تريد ينظفون الحديقة والرصيف لا هذه الشغلة عندي عاملة أنا أهتم بالشباب هسا حاليا الشباب كلهم كافتريات ودخلت المخدرات ودخلت تعرف الأمور أخرى هذا تأثير على المجتمع على كهل العائلة أنا أريد أستاذ عزيز يوفروا الأيدي العاملة احنا نشوف الحدائق أبصر الحدائق كبر الحدائق روح شوف الدغل به او الظهر يشغل النافوره هذا يحرق ماكو مهندسين ماكو مهندسين مو بس النافورات او روح المستشفيات مالنا روح تبكي على 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 المأساة الموجوده هناك مديريه صحه نينوى تابعه لوزاره الصحه مثلا السكك الحديد او المطار تابعة لوزارة النقل الوزارات في بغداد لا تتحرك باتجاه نينوى
استاذ عزيز 833 مليار، ليش ليش مجمدة هسه وصلت مجمدة وصلت للنينوى؟ وصلت وصلت للنينوى، انصرف من عندها شيء؟ طبعا شو الصبغ والزرق ورق بالعضوية، هذا زرق ورق شوارع تبليط، هذا تبليط منصف تبليط من هاي المبالغ. ابصر اسالك سؤال، اسالك سؤال وهذا السؤال امام الاعلام، خصصوا مبلغ للرياضة؟ مستحيل ما قصصوا مبلغ. اكو وزارة الشباب والرياضة، ما عنده لقطة صلاحيات صار بالمحافظة، ما له علاقة وزارة الشباب والرياضة بالمديريات شو؟ ماكو ما له علاقة، لقطة صلاحيات مديرية الشباب والرياضة تبع المحافظة، متأسسة على اي على اي اساس؟ قائمة نقل الصلاحيات يعني تابعة لمن؟ المحافظة فقط، فقط الإداريات بس للعلم، اما الميزانية المادية كلها تبع أبسط مثال 7 مليارات من ضمن البترول دولار، هذا السؤال وينها؟ أنا أتمنى يكون برنامج خاص للرياضة لأن أنا شغلي رياضة. المدينة الأستاذ العزيز لحد هاللحظة أنا ما يهمني الإعمار وما يهمني، أنا يهمني الشباب. نرجع أيضا ونقول هذه صلاحيات بغداد بالتعيين، إذا تعيينات ماكو خريجين، خريجين كل سنة يتخرجون وتعيينات ماكو. وبالمناسبة كل الدوائر الحكومية أو أغلبية الدوائر الحكومية في نينوى وفي كل أنحاء القطر محتاجة كوادر جديدة، فلوس أكو وشواغر أكو ومتخرجين أكو بس ماكو تعيين، وكأنه شغلة متعمدة يعني. والله العظيم هذه شغلة تحير أكبر واحد، يعني فلوس أكو أبو المالية يتحجج ما أدري ما أي شخص يريد يتعين أسوي له راتب، إيه طبعا تسوي له راتب قم من جيبك من ميزانية الدولة. زين هاي وحدة، فلوس أكو، متخرجين كل سنة أكو في كل جامعات العراق، وشواغر بالدوائر الحكومية أكو بكثرة. زين شنو اللي يمنع أنه يتعينون؟ أستاذ عزيز أسألك هسه القطاع الخاص أنتم هاملي التجارة والصناعة والش اسمه زين، وعمدا لأغراض وأجندات خارجية زين حتى تستفيد بلدان أخرى زين، هي على الأقل افتحوا التعيين. شو فتح التعيين ميزانية ماكو بعض ما سكت الحكومة، كل هاي الميزانيات الانفجارية اللي مرت كل هاي السنين متحملها. آخر تعيين، آخر تعيين تعينت في العراق انفتح التعيين، نحكي على الموصل حالة حال شو اسمه اسناده من ربيعين 2008، بعد 2008 ولا تعيين ما انفتح، عدا العمك خالك هذا تعين بفلان وزارة لأنه فلان كذا قرايبة وكذا، تعيين جماعي ماكو من 2008 لحد الآن. ومشكور الأستاذ زهير الشلبي بصراحة، وأنا اللي قدامك من متعينين سنة 2008 بعد ما تعيننا احنا ولا تعيين ما انفتح. استاذ عزيز زين ما فكرتوا كل هالخريجين كل هاي السنوات هاي 14 سنة وين يروحون؟ وين دور البرلمانيين الموصل؟ وتجون بعدين تقولون ليش انتشرت المخدرات؟ ليش انتشر القتل؟ وليش انتشرت السرقة؟ ما البطالة تسبب كل هاي؟ فهو المسائل. هو كلامي شو دور البرلماني؟ البرلماني اذا هسه حتى هم نكون منصفين، اذا ماكو تعيين شي يسوي؟ يطالب السادة العزيز. احنا شو شغل البرلماني؟ انا اليوم انا يطالب بالتعيين، اطالب بالتعيين فتح المجال، بس مو بس البرلمان، انت من فتح تعيين ما ينفتح للموصل بس، لازم كل العراق صحيح السادة. فلازم كل البرلمانيين ابصر السادة العزيز يعني مجلس النواب كله يطالب السادة العزيز. اسمح لي السادة العزيز، ايش قد بالسنة يطلع متقاعدين ومتوفين بالدوائر كل دائرة؟ اقل شيء كل دائرة ما اقول وزارة، كل دائرة يعني يطلع 15-20 واحد تقاعد يطلع، وين بديل ماله؟ غير شو بديل؟ يفتح باب الترشيح؟ أستاذ العزيز الطامة الكبرى سألت خوش كلام، أكو أجندة خارجية ما تستثمر الاستثمار صحيح، وين الزراعة؟ وين التجارة؟ وين الصناعة؟ والمضحك بالعالم ماكو بلد عنده نهرين وسبع روافد، ماكو. أنا في يوم من الأيام قلت للأستاذ جبر عبد ربه، قلت الميزانية حولوا بسوا النهر الثالث أو ري الجزيرة، لأن حتى الشاب لا ينحرف الى جهات اخرى ضد البلد، لانه ماكو جهات، اكو جوع، الجوع قاتل.
المواطنة السحابية في بلد من أغنى بلدان العالم. أنا حكيت بس تسمح لي، أنا حكيت مع مرة مؤتمر في أثناء دخول التحرير موصل. تمام. فبدي أهتم بالشباب لأن بصراحة السحابية بس إذا تسمح لي. نعم. دول الموجودين بالشارع منو يسيرهم؟ دول موجودين أطفال الشباب، شو المصير بالمستقبل؟ ما هي شروط نجاح أي انتخابات بالموصل؟ أستاذ عزيز، لابد أن نرجع على النظام الانتخابي تغير، أن يكون كل محافظة له استقلالية في إجراء انتخابات نزيهة صراحة، وعلى المواطن أن يختار الشخص المناسب في مكان المناسب. فلابد أن يكون كل المديريات أو الفوضية مستقلة في محافظات. أنا أقول لا مستقلة، ما مطلب مستقلة، أنا أن يكون لو خاصية الوحيد وصلاحية، صلاحية بفرز الأصوات وتقديم النتائج بعد ساعتين أو ثلاثة أمام الإعلام وأمام الشعب. هل برأيك النظام الانتخابي اللي تكلمت عليه كان السبب في فشل كل الانتخابات الماضية؟ نعم أستاذ، واضح أستاذ، لأنه هناك صراحة وضع القوانين الفوضية كلها أصحاب الأحزاب وكيانات سياسية لمصالحها. أبسط مثال، نرجع توزيع الجرار في الانتخابات الجاي، المأمون شو ودع على الجنوب الموصل؟ المحلبي أجابوا على الزنجيلي، كلها البرلمانيين معنا، كل واحد يدور مصلحته، يعرف جماعته يصب قسموها. إلى أي مدى ساهمت الكيانات الحزبية وكيانات المرشحين في التزوير الذي تحدث عنه الجميع؟ السيد عزيز، ذكرت لك بأنه 6 مرشحين قبل الانتخابات الرؤساء الكتل قال هذا يفوز. أستاذ العزيز، وحتى الصناديق إذا ترجع للوراء في بعض أماكن المحافظات اللي تطرحوا لي شخصيا صندوق زايدا الكوت وزايدا البطايق، أستاذ قلت بطايق منين؟ قالوا دول متوفين. كان متوفين؟ متوفين أستاذ، كل واحد يكون صندوق ورقم الكوت وتتصل بس يكون تدخل دورة مبالغ. وحتى بصراحة 6 أو 7 برلمانيين ما حصلوا أصوات صراحة. نعم. مذهلة. هل كان للعد والفرز الإلكتروني دور في عمليات التزوير؟ طبعا أستاذ العزيز، هذا الجهاز اللي صنعه اللي سواه الجهاز لازم عنده يعرف بخلل، وشو الداعي أو داعي الإمارات 20 دقيقة في هذه المدة، وبالإمارات تغيرت النتائج بدفع الرشاوي. أبسط مثال أحكي عن نفسي، يعني محمد درة اللي منطقتي العد اليدوي حدود 150، انا تأمليت لان اعرف اجندة ما تريد ان افوز، جيت على الورق الناخبين بعد النتائج 15 صوت، واحد حلف يمين. ابصر مثال، نرجع على استاذ جواد بولاني، الفوج ماله 1600 مع 300-400 صوت جاب، قالوا يابا بس الفوج مالي يكون صوت وين راح؟ صار جواد بولاني ذكر، جواد بولاني وزير الداخلية سابق تذكر في حكومة زايد علاوي، تذكر فضح صار فضاحة. أنا عارف برلمانية جدا، برلمانيين أعرفهم إذا ندخل أرقام حسابية، لأنه منطقة المثنى وأندلس، أندلس عدد الناخبين 8%. نعم. تجعل على أصوات مالهم، تحسب الأصوات مالهم كلها مزورة. نعم. في يوم الانتخابات كان هناك حشود تعمد إلى مكاتب الانتخابات أو التصويت، وتمنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع لأنهم لا يوالون المرشح الفلاني. هل كنت حاضرا في إحدى هذه الاعتداءات وما تفاصيلها؟ والله بصراحة أنا ما كنت بصراحة ما رحت على الانتخابات، أنا كنت ساكن زاخو الموقع مالتي فايدة، فما مقتنع كنت لأنه أعرف رحت التزوير، ومقتنع بأنه أنا من الناس المرشح وعندي ما عندي قيد جنائي. في اليوم الفرز الأرقام طلع لي قيد جنائي، من ذهبت إلى المحكمة الاتحادية وراجعت قالوا والله تهمنا ما جاء الكتاب ما رفع القيد مالك. أستاذ عزيز، على هذا الأساس
على هذا النظام الانتخابي او فرز اليدوي. فاتمنى من جميع اخوتنا ان يكون على يد واحد ولم يذهبوا يقاطعوا الانتخابات، لانه بصراحه ما في نفع للمواطن. بصراحه صارت كم انتخابات؟ 5 6 انتخابات مجلس المحافظه كلها كفر، اجرام اجرام استاذ العزيز. اذا نجي نحاسب قلم ورقه اجرام على المرشحين مالنا لحد هاللحظه. بلا شو انا فشلت، لازم اقدم استقاله. قدم استقاله، ما قدمش المدينه. اول ما يجي المرشح يقفل تلفوناته. ابسط مثال، احد المرشحين طار شاوي اجى قال لي تعيين، قال دفترين. قال لي ليش دفترين؟ انا رشحتك، قال مو بلاش بفلوس رشحتني. وصل هالمرحله. فاقول لك اذا سمح لي استاذ العزيز اقول لجنابك ولجميع المشاهدين اهل نينوى، ارجعوا الى الوضع المزري لهذه المدينه. كيف يمكن تجاوز كل هذه العراقيل والتخلص من عمليات التزوير في اي انتخابات مقبله؟ هو التزوير موجود حتى الانتخابات الامريكيه صار تزوير، سير تزوير، بس احنا بعد لحد هاللحظه ما عندنا الوعي الكامل من المواطن. يبيع بطاقه ماله 100,000 200,000 وكلنا نعرفه بصراحه استاذ العزيز. فان نرجع للنظام الانتخابي، أن يكون في نفس اللحظة أن يتغير النظام الانتخابي في كل محافظة لواء استقلالية. بصراحة لازم كل لواء استقلالية يطلع نتائج نهائية وتبعث إلى بغداد، ولكن نسمع تحول صندوق إلى مطار، ومطار تحول على التحو وفرز اليدوي. فهذا ضاعت وقت والضحك على الذقون. نعم. كيف يمكن للشارع الموصلي أن يحسن الاختيار للقطع على الفاسدين الذين لم يقوم بواجبهم حتى ما يرجعون الوجوه؟ استاذ العزيز، ما هو انا اقول السلطه اقوى من الشعب اللي هو المتنفذين في الفوضيه. ابسط مثال، انا واحد قال لي انا 15 صوت عائلتي صوت فلان، يجي على ورقه الناخب اليدوي 15 موجود، من يجي على النتائج النهائيه ما موجود. فتلاعب مثلا في نقل البيانات، في نقل البيانات لبغداد، فهناك كثير مرشحين فازوا، فكتلة وكتل يلغي صندوقين خط احمر. يا اخي العد شنو الخط الاحمر؟ ليش الخط الاحمر؟ ما هو فرزوه داخل المركز الانتخابي وقدام الاعلام وقدام المراقبين ومسجل ورقم الشريط رقم كل صندوق تفاصيل. نعم. ما الذي على النخب الموصليه القيام به من اجل توعيه وتثقيف ابناء الموصل وتشكيل كتلة برلمانية موصلية تدفع أو تدافع عن حقوق المدينة وتنتزع حقوق برأيك؟ بصراحة أنا كمتيعس صراحة ما، لأنه دخلت من 2005 لحد اللحظة، لأنه كثير كنت مرشح من 2005 لحد الآن؟ مرشح لا، وكنت ممثل الكيانات السياسية في الفوضية. ما فزت ولا مرة؟ ما أنا أحد الانتخابات 5700 50 صوت، شال 5000 ماكو، واحد قال لي والله لو ايش تسوي ما تفوز، قلت ليش؟ قال لي هذا اصواتك 5000 وشويه. ابسط مثال، ما اتدخل في امور اكشف عن كوني انا، احنا رياضيين الشريحه موجودين، بس المستغرب ما يدون شخص متكلم، ما يدون نزيه، ما يدون وطني، لانه انا احد الانتخابات 2011 اجتماع في مجلس المحافظه طرد القنصل الامريكي. طردته، قلت له احنا قلت له اخوانك كتلة سياسية طموطانين، قال نعم. قلت له من يحضر الامريكي؟ عايش يحضر الامريكي، احنا كيانات سياسية. وكان وقتها طاني صلاحية كان مثل الاستاذ الدكتور جمال، قال انت حر. فقلت له من قاعد؟ رد علي الاستاذ كان وقتها محمد شمدين وقضى فصار حديث طردت. فقلت له اخوان قوموا، ما حد ما قام. وزع كارتات، قلت اخوي انا ما ابي ذلك، وزع كارتات. فقال واحد قال لي رحت على المطار؟ قلت له لا ما رحت. 11 مره يخبروني، قال لي والله ما تفوز لو الدنيا تقلب عليك، لو تجيب 10,000 صوت ما تفوز. وفعلا ما فزنا. فاستاذ عزيز احنا هنا نرجع نلعب ونقول لازم المواطن يكون واعي، وعن اهل الموصل، اهل الموصل بعيدا عن هذا ابن فلان من فلان على فلان، لا ان يكون يجي يكون قلبه على هالمدينه، مو بس يوم انتخابات يجي يدور له شهرة ويدور له جاه. نعم.
شكرا لكل ما أوفيت به من معلومات وإجابات حول أسئلتنا في حلقة هذا اليوم. أستاذ عصام السيباني، نشكرك جزيل الشكر على حضورك اليوم إلى الاستوديو في هذه الحلقة من برنامج حدث اليوم. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة من برنامج حدث اليوم. ملتقانا وياكم في حلقات قادمة وضيوف جديدة ضمن هذا البرنامج. إلى اللقاء.